مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في القسم الثاني نخصصه لمشروع قانون هو الآن في طور الاعتماد، أعده بنك المغرب بمشاركة جميع الأطراف وبدعم من البنك الدولي لتأطير الأصول المشفرة. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من الرباط الدكتور خالد أشيبان، وهو أستاذ وباحث ومحلل متخصص في الشؤون الاقتصادية. كما يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ محمد الخديسي، وهو خبير دولي في مجالات التكنولوجيا الرقمية. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. دكتور خالد أشيبان، إذا نلمس أن هناك تغيرا كبيرا في تعاطي بنك المغرب مع الأصول المشفرة. كان هناك بلاغا وصفه بنك المغرب بالتوعوي، كان فيه لهجة تحذير من التعاطي مع هذه النقود المشفرة، واليوم هناك تغيير. لماذا هذا التغيير دكتور؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. وهو في الحقيقة لا يمكن يعني لأحد أن يعاكس السير العادي للعالم. العالم اليوم يتقدم ويتطور ويبدع وسائل جديدة معتمدة على التكنولوجيات الحديثة، وبالتالي يعني الحل الوحيد هو مسايرة هذا التطور والبحث عن الوسائل الكفيلة بتقنينه وبضبطه وتأطيره وحماية يعني المواطنين المغاربة من أي معاملات كيفما كانت. وبالتالي هي ما زالت إلى الآن محظورة الأستاذ أشيبان، أليس كذلك؟ صحيح صحيح. بالتالي ما حدث بعد البلاغ، بلاغ بنك المغرب أظن سنة 2017 الذي حذر فيه من يعني استخدام هذه العملات والتعامل بها، هو أنه كان هناك ارتفاع في عدد المستخدمين المغاربة لهذه العملات، وال يعني حيث ان الرقم يعني يفوق يعني في حدود 100,000 مستخدم مغربي يوميا في منصات التداول. وبالتالي هو كان هناك ضغط على بنك المغرب ليتخذ خطوة في اتجاه تقنين هذه المعاملات، اولا لحماية المغاربة التي يستخدمون هذه العملات، وثانيا للاستفادة من الهوامش التي يمكن أن يتيحها التعامل بمثل هذه العملات المشفرة. يعني كان هناك أمر واقع، هناك ارتفاع في المستخدمين، هناك يعني أمر واقع يجب التعامل معه. البنك المركزي وجد نفسه مضطرا لإبداع شيء جديد والتعامل مع هذا الواقع يعني بواقعية، وقرر أن يبدع مشروع قانون يمكنه أن يؤثر من خلال هذه العمليات، وأخذ خطوة أكبر وهو التفكير في إحداث عملة رقمية للبنك المغرب. يعني نتحدث عن درهم رقمي، وهي خطوة يعني تنخرط. سأعود إليك لتشرح لنا بوضوح هذه العملة الرقمية كيف تكون وكيف يمكن الحصول عليها. الأستاذ محمد الخديسي، أهلا وسهلا بك معنا. الأرقام هي في الحقيقة مثيرة عن عدد المستخدمين المغاربة، تتجاوز أو تتراوح بين 86,000 و100,000 مستخدم. كيف يستخدمون هذه المنصات؟ كيف يتم الشراء؟ هل نعرف تماما هذا المسار؟ هل هذا شيء آمن أولا؟ شكرا جزيلا على الاستضافة ومرحبا بالمشاهدين الكرام. موضوع العملات المشفرة هو موضوع ماشي جديد، يعني ربما هذه سنوات كثيرة لعدد من المغاربة عندهم أصول بالعملات المشفرة بعدة عملات اللي متاحة. كذلك كان بعض المشاريع اللي تم الإطلاق ديالها من داخل المغرب ديال العملات المشفرة. في بعض الأحيان هاد المشاريع كتكون جدية، في كثير من الأحيان كيكون فيها تلاعب ونصب. فإذا الموضوع ماشي جديد. المهم هنا في الموضوع هو أنه من الضروري أن نعطي تحركين منصات موجودة عالمية. بعض المنصات يعني منصات موثوقة، كاين منصات كذلك اللي يعني أعلنت الإفلاس ديالها بعد واحد المسار معين. هنا الإشارة المهمة جدا هو أنه الإمكانية ديال الشراء بالعملات الرقمية أو شراء العملات الرقمية وبعد ذلك البيع ديالها هو متاح، ولكن في السوق السوداء، لأنه في المغرب حاليا هذه العملات. بكم تشتريها؟ كيف تشتريها دكتور؟ كاين وسطاء، فالشراء يتم عبر وسطاء. كاين حتى يعني بعض الأحيان واحد
يعني يعني ماري نحوانت يمكن في بعض المدن كيقوموا بهذه العمليه ديال الوساطه، ولكن تشتريها مقابل اموال نقديه محليه او اجنبيه؟ مقابل عملة نقدية مغربية أو أجنبية حسب الاختيار. في الحال يتم هذاك التحويل ديال العملة من طرف هذاك، بعض الأحيان بعض يعني الـ يعني الـ الأشخاص في الحال شي كنتكلموا في بطريقة غير مرخصة، لأنه الموضوع غير مقنن، لأن القانون غير موجود. وعلى فكرة القانون موجود منذ 2022 وكان أعلن عليه والي بنك المغرب، ولكن كان ضروري التشاور مع مجموعة من الأطراف، ومن هذه الأطراف طيب حال يعني المقننون الآخرون اللي هما الاي ام ام سي، وكذلك يعني مكتب الصرف، وكذلك لاكابس، لأنهم هادو كيشتغلوا في التقنين. كذلك خص ضروري أن القانون يمر من المسار ديال التشريع، والمسار التشريع مسار طويل. فالقانون الان جاهز للاعتماد، وتم بناؤه انطلاقا من واحد المقارنه، دراسه مقارنه مع قوانين اخرى سواء في فرنسا في الولايات المتحده. ماذا يقول هذا القانون في مجمله؟ في مجمله القانون بالاساس اولا كيعرف شنو هي العملات الرقميه والمشفره والاصول المشفره بشكل عام، اذا كاين تعريف. الحاجه الثانيه هو كيقنن الفاعلين في هذا المجال، يعني الناس اللي كيقوموا بالبث ديال هذه العملات المشفره، تقنين هذه العمليه هذه. كما من قبل سبق ان تم تقنين مثلا ديال لي زيتابليسمون بيمون او المؤسسات ديال الدفع والاداء، فكاين تقنين يعني شنو هي الشروط اللي خصها تهيئ في هذه المؤسسات ولا هذه الشركات باش تقدر تطرح عملات مشفره. هذه ستكون مؤسسات خاصه استاذ؟ هي باش نتفاهموا، لان العملات المشفره واحد الموضوع واسع جدا، ما كاينش فقط غير العملات، ولكن كاين الاستخدام ديالو كذلك، لان الشركات العاديه ممكن تطلق عملات مشفره كوسيله للاستثمار، يعني جلب الاستثمار قد يكون عبر العملات المشفره ما يسمى بالايكو. فهذا كذلك يطرح مشكل في الجانب ديال الاستثمار والحمايه ديال هذاك المستثمر البسيط او الصغير او كذا. فاذا كان ضروري ان يكون واحد القانون اللي كيحدد شنو الشروط اللي خصها تكون في المؤسسات، ولكن كذلك حيث هو القانون ما كيأطرش او ما كيقننش العمله نفسها، ولكن كيقنن الفاعلين فيها. والنقطه الثالثه هو تقنين الاستعمال، يعني هذاك الشخص اللي كيستعمل العملات المشفره كيفاش ممكن نقننوا الاستعمال ديالو بما يعني يحميه هو، وكذلك يحمي العمله الوطنيه، لانه كاين اشكال بالنسبه للعمله. فاذا كاين واحد المجموعه ديال الشروط والضوابط اللي موجوده في هذا القانون، ولكن التفاصيل ديالها بطبيعه الحال مازال ما معروفاش، لانه القانون الان في النسخه ديالو شبه النهائيه، ولكن مازال ما تطرحش في المسار التشريعي. طيب، اما دكتور خالد اشبان اعود اليك، هناك في الحقيقه حكمه قديمه تقول عانق ما لا تستطيع تفاديه، وان تحدثنا قبل قليل عن العمله الرقميه، ما هي هذه العملة الرقمية؟ متى سترى الوجود؟ كيف يمكن التعامل معها؟ هل نحن جاهزين من الناحية المؤسساتية المالية للتعاطي معها؟ وهناك هل هناك ثقافتنا جميعا تسمح لنا بفعلا تبني هذه العملات؟ لا، كما قلت قبل قليل، يعني هي خطوة تنخرط في المستقبل، وحتى أن والي بنك المغرب اليوم قال بأنها خطوة يعني طويلة الأمد، ليس بالشيء الذي يمكن تنفيذه يعني باليوم وغدا، لا، يتطلب الأمر تفكير، تحضير الإطار القانوني، وهو ما يقوم به بنك المغرب منذ سنوات، لأنه أطلق مشاورات كبيرة ويناقش الأمر حتى مع المؤسسات الدولية، ويجب أن يتم تحضير الأمر بشكل جيد، لأن الأمر يتعلق بسياسة نقدية وبتوجهات سياسة نقدية وبضبط تلك السياسة النقدية. كما تعرفين يعني الهدف الأسمى لبنك المغرب هو التحكم في التضخم، وبالتالي أي خطوة يقدم عليها لا يجب أن تشكل خطورة على توازن السياسة النقدية. وخلق عملة رقمية يعني درهم رقمي يجب أن تكون عملية مضبوطة، نتحدث عن عملة يعني افتراضية رقمية غير ملموسة، كما أشرت إلى ذلك. اليوم نحن نعرف بأننا
نعاني من مشكل ارتفاع الكاش، يعني أننا إلى حدود فعلا الساعة لم نستطع أن نقنع المغاربة حتى باستخدام الوسائل المتاحة حاليا، يعني حتى البطاقة البنكية أو الأداء الإلكتروني أو الأداء في الشبابيك ديال الأبناك باقي ما قدرناش نوصلوا إلى المستوى اللي مرضي، وبالتالي هناك ارتفاع فقط أريد كبير أن في تشرح التداول. فعلا أن تشرح لنا، إذا سيكون لدينا الدرهم المغربي الذي نعرفه والذي نحميه من التعويم كذلك، بالموازاة سيكون لنا درهم رقمي في الأفق ربما قد لا يكون بعيدا جدا، ولكن ماذا سنفعل في 80,000 مغربي يتعاملون مع هذه العملات الرقمية وعددهم يتزايد، نسبة الارتفاع حسب آخر الأرقام تجاوزت 103%. دكتور، هل سنبيح لهم التعامل؟ بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون منصات التداول، هناك مشروع قانون عندما سيطرح وتتم مناقشته سيصبح هؤلاء الأشخاص يخضعون للقواعد التي يحددها هذا القانون. أما بخصوص سيدفعون العملة الضرائب الرقمية على ذلك؟ سنرى ما سيأتي به مشروع القانون، طيب. لأن التفاصيل هنا حدود الساعة غير معروفة. طيب. ما سيخرج به القانون سيطبق على هؤلاء الأشخاص، لكن طيب. عندما نتحدث عن عملة البنك المركزي نحن نتحدث عن عملة مختلفة عن العملة المشفرة، لأن البنك المركزي هو من يتحكم في قيمتها، في سعر صرفها، في كيفية يعني إخراجها، في الكمية التي يمكن إخراجها ليحافظ على التوازنات، وبالتالي هذا هو الاختلاف. ما يعني أننا نتحدث عن عملة هامش، يعني الخطر فيها ليس كباقي العملات المشفرة. اليوم طيب، هذا سؤال جيد سأخذ منك كما يقول العرب عين الخيط منك لأذهب إلى الدكتور الخديسي. يقولون إن هذه العملات تعاني من عدم الأمان لأننا لا نعرف مع من نتعامل بالضبط، ليس هناك مؤسسات واضحة نتعامل معها. هل تغير الأمر اليوم؟ هل هناك الأستاذ الخديسي توافق دولي بشأن تأمين هذه العملات الرقمية والتعامل معها على المستوى الدولي؟ هو المبدأ الأساسي ديال العملات المشفرة ومنها البيتكوين مثلا هو أنه ما كاينش تقنين مركزي، فهي مبنية على واحد البنية كتسمى البلوك تشين أو سلسلة الكتل، اللي الهدف منها هو أنه كنقوم بعدم مركزية التقنين، بمعنى أن آخر أن التقنين ديال العملة والقيمة ديالها كيتحددوا أكثر خوارزميات أكثر منها مؤسسة مركزية. ولكن السؤال الذي يهم الأغلبية دكتور الخديس، وأنت تعرف هذا سؤال مهم جدا، هل الربح مضمون هنا وهل الرابحون أكثر من الخاسرين أم أن عنصر المخاطرة موجود دائما؟ لا، هو عنصر المخاطرة موجود بشدة، وخصنا نفهموا أن العملات المشفرة هي واحد الوسيلة ديال المضاربة، يعني كثير من الناس كيستخدموها بالأساس كنوع من المضاربه، لانه مثلا في الوقت فاش كتكون عملات ربما ما عرفتش واش سمعتي، ولكن بحال البيتكوين راه تجاوز سقف $100,000، يعني كنتكلموا على 100 مليون بالنسبه للبيتكوين واحد، بالخصوص من بعد الانتخابات الامريكيه والوعد ديال المؤسسات الامريكيه انه غيكون استثمار في البيتكوين، على حضور بعض الاشخاص اللي معروفين بالتداول منهم يعني المستثمر الكبير اللي هو ايلون ماسك. فاذا هنا ولكن انت تعرف ان الحكمه تقول وقد اثبتت نجاعتها على مر التاريخ، ما هو مبالغ فيه لا معنى له. صحيح، انا كنقول بانه كثير من العملات المشفره فيها نوع من الاحتيال والنصب، واللي كيستافدوا بشكل كبير هم واحد الناس معينين اللي كيكون قادر على انه يتلاعب بالمسار وبالقيمه ديال العمله. كاين اشخاص المتلاعب به يستطيع ان يتابع هؤلاء قانونيا؟ هل هناك حمايه قانونيه لهم؟ اتحدث على المستوى الدولي الاستاذ خيسي. على المستوى الدولي حاليا بالنسبه للبيتكوين وغيرها ما كاينش امكانيه ديال المتابعه، لانه ما كاينش شي واحد المؤسسه مركزيه اللي كتضمن هذا الامر. بالنسبه للمستوى الوطني، بالنسبه للعملات اللي تقدر من بعد تكون في المستقبل على المستوى الوطني، بحال تكون امكانيه ديال المتابعه من خلال القانون. بالنسبه لكل دوله بحال غير واحد الاشاره بالنسبه للقيد ديال الدرهم الرقمي، زعما التجارب اللي كانت في عديد من الدول اثبتت الفشل ديالها، لانه الناس فشيطان الفائده الكبيره اللي ممكن تكون في العمله الوطنيه الرقميه اللي مقننه من طرف البنك المركزي قد تكون بالاساس في المجال ديال الادماج الساكنه في المجال المالي،
يعني لانكلوزيون فينونسيير او الادماج المالي للساكنه اللي بعيد اللي ممكن مثلا ما تكونش عندها القدره على ان يكون عندها مثلا ابناك قريبه او هذوك لي غيشي اوتوماتيك او الشباك الاوتوماتيك وغيره. ولكن العملات المشفره الفائده اللي الناس اغلبيه كيشوفوا فيها هو الامكانيه للمضاربه. فالان مثلا البيتكوين الناس اللي كان عنده بيتكوين واحد السنوات سبقت راه القيمه ديالو ارتفعت وزادت ولكن كما قلت الانسان خصو يتعامل بواحد الحذر وباعتماد المخاطر، لانه كما قلت راه يعني يقدر يخسر والخساره قد تكون كبيره. كاين الناس اللي خسروا اموال كبيره جدا من بعد واحد الاستثمار في هذه العملات الرقميه. وما ننساوش بانه كاين عملات رقميه اللي هي اصلا ادوات ديال النصب والاحتيال، فكاين واحد المجموعه ديال الناس خصو يتوثق، لانه كاين عملات اللي كتسمى ستيبل كوينز اللي هي ثابته او القيمه ديالها نسبيا ثابته، ولكن كثير من العملات هي وسائل اكثر منها ديال النصب وديال الاحتيال. اذا خصنا نكونوا عارفين شنو كنديروا، ثاني متابعين، وعندنا على الاقل الحمايه ديال على المستوى الوطني ديال البنك المركزي من خلال القانون ان شاء الله اللي غيصدر. طيب هناك تجارب رائدة في ذلك دكتور خالد أشيبان، أم كالعادة ستكون المغرب في الريادة وهي السباقة لذلك في المنطقة أتحدث؟ بالنسبة للعملة المركزية الرقمية؟ نعم رقمية. نعم على حد علمي لحدود الساعة ليست هناك دول كثيرة يعني تعتمد هذه، يعني كانت هناك ثلاث دول بينهم نيجيريا، ولكن هناك أكثر من 30 ما بين 30 و 40 دولة تجرب حاليا يعني تخوض هذه التجربة لتقرر بعد ذلك هل سيتم اعتمادها ولا. يعني حتى الدول يعني نهضرنا على تقريبا مجموعة العشرين كاين 18 و 19 دولة حاليا تقوم بتجريب هذه العملة الرقمية. كما قلت الجيد فيها هو أن هامش الخطر ماشي مثل باقي العملات المشفرة، لأنه يتحكم فيها البنك المركزي والذي يحدد القيمة ديالها ويحدد سعر الصرف ديالها بما يتماشى مع السياسة ديالو العامة، وبالتالي هنا ما كاينش هامش الخطر اللي كاين بالنسبة للبيتكوين أو باقي العملات المشفرة. اليوم بيتكوين إذا كان في 100,000 دولار فغدا في الصباح يقدر يصبح ب 20,000 دولار في لمح البصر، يعني الأمر كيشكل خطورة كبيرة بالنسبة للمستثمرين ويقدروا يتعرضوا لعملية احتيال والنصب. ولكن كاين خطر آخر هو أنه تستعمل في غسيل الأموال وتستعمل في تمويل الإرهاب، وبالتالي هذا هو السبب الحقيقي اللي خلى بنك المغرب أنه حذر يعني في بلاغه في سنة 2017 من استعمال هذه، وهو اللي خلاه يفكر بأنه يلقى آلية قانونية تضبط هذه العملية بما أن هناك تزايد في استخدام هذه العملات المشفرة. إلى الآن أستاذ خالد أشيبان، القانون يعاقب على التعامل مع هذه المنصات؟ أكيد كان هناك بلاغ لمكتب الصرف يحذر فيه المواطنين التداول بهذه العملات ويضعهم تحت يعني طائلة القانون، يمكن متابعتهم إذا ثبت أنهم يقومون بالتداول خارج الوطن يعني في المنصات الدولية ويستخدمون هذه العملات. يعني هو أمر مسألون عليه ويضعهم تحت طائلة القانون، هو أمر حاليا غير مسبوح به غير قانوني، ولهذا بنك المغرب يفكر في إخراج هذا القانون ليؤثر العملية برمته. شكرا جزيلا لك دكتور خالد أشيبان على كل ما تفضلت به. الشكر موصول كذلك لضيفنا الدكتور محمد الخديسي على كل التوضيحات التي تفضل بها. بعد قليل نلقاكم في القسم الثالث من البرنامج، نرجو أن تتفضلوا بقية.